أعلام أعلام نزل فيهم قرآن. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. كانت قتيلة بنت عبد العزى زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فطلقها في الجاهلية وبقيت على شركها ولم تسلم. وفي فترة صلح الحديبية قدمت قتيلة إلى المدينة المنورة لزيارة ابنتها أسماء، فجاءت ومعها هدايا، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هدية أمها وأن تدخلها بيتها وتحسن استقبالها وتكرم ضيافتها. أعلام نزل فيهم قرآن.